فعما كاين الثمن، والثمن الثمن بالنسبه للمواطن العادي ما يمكنش يتحمله، لانه سميتو كاين واحد الفرق كبير. كنعرفوا الظروف اللي مرينا منها على مستوى الكوفيد، ولا على مستوى الحرب حتى هي اللي اثرت على المعيشه وكذا، ولا اسمنا كاين بان اغلبيه ديال الناس ما غيكونش في المستوى ديالهم باش يتقداو العيد هذا العام، وبالخصوص هذا العام. كنظن انا كنتمنى يكون شي تدخل ديال الدوله على الاقل بالنسبه للناس اللي باقي ما تقداش. كي كنعرفوا السوق دابا بزاف ديال الناس كيتهربوا من السوق، علاش؟ لان ممكن انك في السوق تحشي بهيمه اللي تصدق ليحه، هنايا تتقدى عند الناس اللي تيكونوا شويه مضمونين، باش سميتو تيكون العف، تيكون البهيمه نقيه، تتكون بزاف ديال الحوايج بالسوق. ولا دابا كاين حوايج اخرى، كاين بزاف ديال الناس اللي في السوق كيشريها، وراه عرفنا المشكل كاينو تيلوحها، تيلقى سميتو مع العلف اللي كيعطيو اللي ما مناسبش واللي ما خدامش سميتو، هذا هو اللي كيخلي بنادم يجي يتقدى في الكوري ولا يتقدى في الجمعيه. دابا الكوري فيه الضمان، الكوري مضمون حتى نهار العيد مع الصباح، ولا كاع مولاه فيه العيب تيجيبو تيدق الباب تيحط لك ديالك، نقدر نبدلوه ليه نعطيه واحد هذاك النهار، حيتاش حنا اصلا الغنم تتبقى عندنا الغنم على طول العام، ماشي موسم ديال العيد، ديما الغنم اي مناسبه كانت تيكون عندنا فيها، كاين سبوع وكاين عراس. بالنسبه للسوق دابا السيد تيبيع لك خروف قدر فيه حبه ما تيشوش، شحال ديال الحوايج ما غاديش دابا شريتي من السوق ما غاديش تردو ليه، ما يمكنش غادي تردو ليه، لما ما تردو. حنا معروفين دابا دخل السيد عندنا حتى المحنه كلشي عارفه، تيجي تيدي الخروف ولا فيه شحبه ولا شي حاجه تيجيبو تيعاود يجيبو لينا انايا وتنعاودو نبدلو ليه. تيتقدم من الكوري على الثقه، كاينه الثقه، تيجي الانسان تيرشم الخروف ديالو تيمشي تينعاس مع راسو حتى ليله العيد تيجيب هوندا وتيدي الحول ديالو، بلا علف بلا ما يضيع ما والو، حنا تنتهلاو ماشي ما تنتهلاو ليه فيه، هادشي علاش تيجيو عندنا حنا الناس. وشويه بركه كاين الخير، ولكن مازال بنادم شويه تيقول غادي تكون قليله ولا تكون كثيره، مازال بنادم ما تيشريش. دوك اللي مالفين تيشريو من الكوارع شراو، دوك اللي مالفين تيشريو من السوق باقي تيتسناو السوق تيجي، تيدخل السوق تيتحل السوق اللي تيمشي تيشريو من السوق، وإلا لقاو الغنم داك الشيء اللي في السوق اللي بغاو تيشريوه ما لقاوش تيجيو عندنا حنا هنايا، تيجيو رادين تيلحق كمش بخروف يقول لك ارشم لي هذا. نعم اسيدي هذا العام كاين الثمن شويه في العلف، هذا العام زايد نص في العلف كاين. نعم اسيدي النخالة عام الأول ب 1600 وهذا العام ب 3000 28100، الشعير عام الأول ب 60 ريال هذا العام 120 ريال، المزقور كان بثمن رجع توال زايد بالنص، النخالة نطحونا زايد ذاك البيب مزودة بالنص، الفصة كنا نشروها عام الأول ب 900 تنشروها هذا العام ب 1500 ريال، وتنمشيو تندورو عليها بلا زمان عند الفلاحة تنجيبوها، تندورو غير السرديب بوحدو، يعني هو اللي تيتمشاه من مراكش. ما تيسولوا في البرقي، الا جينا البرقي ما تيديوش عندنا، تيخليو تيديو غير السردي، تنجيبوه من البروج من القلعه من العطاويه تنجيبوه نربيوه تيبقى تيعلف، هذا غير السردي ما كاين شي حاجه من غير السردي، البرقي ما تنديروش. اثمنه من 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 110 حتى 45 حتى 32، جنا كانت عندنا واحد شي حاجه تاع 32 مشات كملات، كلها الدواء المساكين الدواء، الناس ما يكون في العوان مكسحين ما غاديش نكذبوا، مكسحين هما ومكسحين حتى الفلاحه ومكسحين حتى الكسابه، ماشي غير هما، كاين العام تنربحوا كاين العام تنخطاو، ماشي كل عام تنربحوا، لا كاين العام نشاط الغنم تنخطاو، لا تقادات الغنم تنربحوا شويه. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.